الجواز أكيد ده مسؤولية، أكيد. لازم من أولها تشيلها صح، وإلا هنبني مجتمع كله إيرين، مش على أسس صحيحة. ممثلة عن الشعب طبعا، فأكيد عارفة كل الطبقات طبعا، وتعاملتي مع جميع الفئات. أنا الرأي محايد، ولكن هطرح وجهة نظر الشيخ إسلام، إنه فعلا عندنا عمال، كنا بنتكلم بالفاصل إنه عندنا عمال يوميتهم ممكن ما تعديش ال 20 جنيه مفيش أي مش 50 كمان، ده في حد ممكن يبقى يوميته كلها لو عامل بناء ولا عامل حاجة بسيطة 10 جنيه و20 جنيه. لو جالك بقى، أنا بقول لك بقى جايلك من الحتة دي، يعني بنعرض ده وبنعرض ده، لو ده قال لك أنا لازم أروح الدورة التدريبية هدفع فيها جنيه مواصلات، الجنيه ده بالنسبة له هو بيجيب بيه حاجة ياكلها، فأنا إزاي في القانون أحط برضو ممكن أعمل في اللائحة التنفيذية أو نضيف تعديل استثناء؟ ما هو في حالات كتيرة بيبقى تحت الحد الأدنى للأجور، تحت الحد الأدنى للأجور الدولة تعمل له استثناء، ما تاخدش منه يعني في استثناء. أنا آسف بقى، استنيني بس دقيقة واحدة، ثانية واحدة. تكافل وكرامة ما تشيل، وزارة التضامن ما تشيل، بيشيلوا يا فندم، ده شايلين حاجات كتيرة جدا. هيشيلوا إيه ولا ده شايلين الدنيا كلها؟ بالظبط، شايلين الدنيا كلها، شايلين الدنيا كلها. انت بتشوف من ضمن المطلقات اللي بياخدوا معاش بعد ما يتطلقوا وقاعدين مع رجالتهم بدون تحريات، ما ينفعش الكلام ده. لا دي حاجة تانية. لا 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 لا، معلش يا فندم، دي حاجة تانية. بس واحدة واحدة، الكلام ده على يعني جايبه منين؟ بس بنستقي معلوماتك منين؟ ال 500 جنيه على المواطن كتير 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 جدا. طب 500 جنيه، لا نرجع الحتة اللي ورا عشان ده برنامجي بيتقال فيه الكلام ده. مين اللي متطلق قاعد فين؟ ايه بيعمل ايه؟ الجملة دي ايه؟ بتطلق من الزوج، عشان لو عدت كده انا هنتهاجم دلوقتي. مطلقة من الزوج، ايوه، ومقيمة معاه في قلب البيت بعقد عرفي عشان تستحق تكافل وكرامة معاه. ثانية واحدة بقى، دي مشكلة الحكومة ولا مشكلة دي المواطن؟ دي مشكلة الحكومة ولا مشكلة المواطن المتحايل على القانون اللي قافل على بابه بيته؟ ولو عملنا التحريات كما ينبغي، وما بنقولش ان هو مطلع عشان ياخد. على فكرة ثانية واحدة، دي بقى انا ما بتكلمش هنا في الدين ولا الحلال والحرام ابدا، بس دي حرام. عارف ليه حرام؟ حرام، علشان بتاخدي او بتاخد من الدولة معاش وانت عارف، وانت عارفة ان انت متطلقة وقاعدة في البيت ولا تستحقي المعاش وتتحايلي على الدولة. لأن من يبقى الدولة اللي غلطانة؟ لا، الدولة مش غلطانة، المواطن هو اللي غلطان. زي ما بتتحايلوا في موضوع بطاقة التموين وتروحوا تاخدوا الحاجات اللي مفروض من حق غيرك، اللي مفروض هو يستحقها، العيش ولا السمنة ولا الزيت ولا السكر، ويضرب ولا يعمل بطاقة ولا، ما احنا كل ده بنحاربه. أي جرم، أي جرم حضرتك، أي جرم بيقدم للنيابة، النيابة أول حاجة بتطلبها إيه؟ تحريات المباحث، مظبوط؟ ليه ما نعملش تحريات؟ هل دي فعلا سابع مسكن الزوجيه ولا لا؟ هل دي مش مقيمه مع الزوج ولا لا؟ انما لمجرد ان احنا نقدم ورقه عشان نقضي بيها مصلحه في الكشف الطبي هتلاقيها، تكافل وكرامه هتلاقيها. هقول لحضرتك ازيد من كده، القادر على دفع 500 جنيه مش هيروح، هيشوف له باب برضه يدي له 100 جنيه زياده عشان ما يروحش، عشان مش فرص. ده دور التنفيذيين ودور الرقابه، تشتغل على تنفيذ القانون بشكل سليم. احنا دورنا كتشريع ان انا اقدم للشارع قانون يحل شويه من الازمات اللي موجوده، الصحيه والنفسيه والانتحارات والبلاوي اللي بقينا نشوفها في الشارع، وان انا ادي اله للتنفيذي بقول له اهو عندك قانون طبق.